السلام عليكم الإخوان، ومرحبا بكم وتحياتي للجميع في تحليل كانتي ديال يوم الغد يوم الثلاثاء في شاتو فريون في رينيو ان الويتيام كورس، آخر كورس في رينيو ان. غتكون اتلي اوروبيان في الكورس سي 38 1000 اورو، غتكون في 3000 والكنز بارتون، غتكون في الصابل يعني شاتو فريون غيكون فيها الصابل، وغيكونوا فيها 6 ديال الخيل في البروميير بوطو و10 ديال الخيل في الدوزيام بوطو، يعني 7 8 9 10 11 12 13 14 15 غيكونوا في الدوزيام بوطو، و6 ديال الخيل 1 و 2 و 3 و 4 و 6 ان اوتر كرياشن غيكون كاخر عود هو البلوريش ديال البروميير بوطو. هذه يا الاخوان اللي تلعب على الصحافه ان 5 هي حاب دي كويك، كاين حماندينا رقم 5، هذوما جوج ديال الخيل فافوريين، كاين توه عود ايترونجي وبلسان انفون عود ايطالي، والكريزي عود فرنسي، والغالانتيس عود ايطالي او لا سويدي، وكاين 13 فيلو دانجو السبيسياليست ديالو هي رمونتي، وانما كيدير بعض الخرجات في الاتلي، مره كيبان مره ما كيبانش. 14 سوفال دو كلاس عود ديال جون ميشيل بازير، حاول باش يتكاليفا البري داميريك ساعه تي ديسكاليفا، غادي يشارك معاهم في هاد الكاتيجوري ديال الكورت سي. بالنسبه للاوتسايدر انوتر كرياشن العود الاترونجي كذلك، ولكن تيدير درواتي مزيان. ال11 ديال دون بلو عود اجي، وال15 حتى هي عود اجيا، وفالكو دي روشيرس العود ديال البلي رابيد هو الاول في البلي رابيد، عنده ميور كرونو سير الباركور، وكذلك اليسيا بيلا جون بول مارميون عود اللي صراحه في ميلاتها هي عندها 6 سنوات غتكون فيري و تتبقى في الدوزيام بوطو. فراغونار دي لو شوفال دو كرون ناسيونال دو تروت كاين اخر عود في الديليسي ديكسي دانيكا. على كل حال دابا غيسمعني واحد غيلقى قال لك السبعه في البلي رابيد هو الاول، راه ما كيجيش ويجي ولا كاع لي يجي. على كل حال الاخوان اليوم الكانتي جابوه مسحر مسحر، ناض واحد ما غاديش نسمي عليه، ما غاديش نسبو لانني بلوكاني في الواتساب، لاني عارفني غادي نرد عليه بقوه، لان في الخاص ما عنديش المشكل نهضر ناخذ راحتي، ولكن بلوكاني يعني كون تصنت داكشي غادي يضروا راسه، معليش ما بغيتش ناخذ شي نمره اخرى ونصوني عليه نتقرع له، ولكن ماشي مشكل. قال لك اسيدي ما عندك والو، وقع لي بلا درا الخاسره وهادي. انا المهم خويا اش غادي نقول لك، انا راه في الاول ديال الفيديو اسيدي لعبوا لعبكم هو الاول، خلي لعبي ابار، ما تلعبوش اصاحبي ما تلعبوش، ولكن درتي زوين ملي بلوكيتيني، كون ما بلوكيتينيش غادي تسمع الويلات. على كل حال حنا راه لعبنا وما لعبناش السبعه، راه لعبنا 9 ديال الخيل وما لعبناش السبعه راه ما لعبناش، مي لعبنا جوج، لان سبعه جوج راه واحد فيهم غيكون في لي 5 برومي، وواحد ما غاديش يجي وغادي يشد العفراني. المهم خويا شوف، المهم هادي لا سيليكسيون ديالي، غادي نحاول المهم لا سيليكسيون، غادي نوريك اخويا الواتساب باش الواتساب باش تاكد بان راه ما لعبناش السبعه، راه ما لعبناش اخويا، ولعبنا هذه كوارتي بليس، وقيلا كوارتي بليس 14 7 8 اكس 9 11. بالنسبه للكانتي راه حنا لعبنا الطويل، يعني لعبنا الطويل ولكن ما لعبناش السبعه، السبعه ما لعبناش صافي، كان عندنا الجوج لعبنا الجوج، ها هما لعبنا 9 ديال الخيل 1500، حتى لعب 12 درهم وفضح دنيا، وهاي ان دو ويت سيز ن دي سناف 15 دوز 14، يعني تخيل تلعب 7 ديال الخيل 9 ديال الخيل وما تلعبش اخويا 7 13، يعني راه خص تكون عندك الكبده، واخا 7 جا 4 ايام، لان دوزات كتعدي فيها واحد، وكان قلت انا الويت راه كاين وهذا ما كان، ما جابوا حتى شي حاجه منهم. بونيس طروال اللي عطات تقريبا 6000 درهم، بونيس طروا عطات 6000 درهم، 10 ديال لي بونيس طروا، المهم ما خاسرش، المهم ما خاسرش، المهم بنادم تيريسكي، و هذا هو اللعب، ما تنبغيش انا نوري هاد الشي هذا، المهم،
نوعا ما غادي نحاولوا نرجعوا الكانتي ديالنا. الكانتي ديالنا الخيول الاطرونجيه كتلقى صعوبات في درواتي، وغتكون عندها واحد الامتياز في البروميير بوطو. مثلا الخيول الاجنبيه كيدو كاين طروا الان دو طروا دو خيول اجنبيه كدير لاكوش مزيان، درواتي كتلقى مشاكل دو كذلك، الطروا كذلك. كاين 6 انوتر كرياشن تا هو عاود ايترونجي، وكاين 8 بالسامي فون عاود الايطالي اللي غير كبالو اوليفي رافان، عفوا ليو ابريفار، يعني عائله ابريفار. بالنسبه لها وديك انا غادي نخلي لكم كل شيء باش تشوفوا وتاكدوا منه. مثل عاود اللي مزيان في لاكوش والوريجين ديال ايب اند كويك، ايب اند كويك اللي ربح لينا البري داميريك ربما في 2015 على ما اظن، على ما اظن البري داميريك ديال 2015 مع جون ميشيل بازير، وكان ديسكاليفا في الكرون بري ديال بري دو فرانس في الاوتوستار. المهم عاود اللي عنده جوج كورسات درواتي ديسكاليفي في 25 فريمز، وديسكاليفي كذلك سالون دو بروفانس في 3000 في المونتي كان دار ديسكاليفي. دي موش كورسات اللي عنده، ولكن عاود اللي هو ريغيلي عاود اللي مزيان في الاوتوستار في الفانسن كوش درواتي ما نعرف، فالاخوان لكم الاختيار فيه. بالنسبة للرقم جوج هاد العود وراء ايترونجي عاود تدير المونتي توماس مالفي كما كنشوفوا انفينيتيف عاود اللي هو صراحة دوزنا مع واحد التاريخ تنظن ربما ولا يكون عنده تشابه في 2009 2010 انفينيتيف. كما كنشوفوا عاود لافال غوشي 100% دو، واش نو غيدير لينا في درواتي؟ واش غادي يتأقلم مع درواتي او لا؟ عاود اللي هو شوف حتى هو تيدير البريات كبار، ولكن هاد البريات لا علاقة، وإنما تبقى من الخيول اللي غدير درواتي أول مرة. واش غادي ولا ما غاديش؟ تبقى نقطة استفهام. تريستان أوفري هاد العاود ديال جون ميشيل بازير اللي عنده الطروة وعنده كذلك الكاتورز. بالنسبة لهاد العاود تا هو غوش 100% غير كبالي تريستان أوفري، أش غيدير في هاد درواتي؟ وربما تنفعو البروميير بوطو زيد. الكريزي عود فرنسي هاماندينا عودة فرنسية ديال الدوفال ديستان، وخا ما كنديش مع الدوفال ديستان ولكن عود غيكون يباطي لي فافوري، يعني النوتر كرياشن عود توا ايترونجي اوليفي رافان غادي يمشي. اوليفي رافان مع هاد العود الايترونجي كما كنشوفو، ولكن درواتي تيدير درواتي. هذا درنا لنا في بوردو في المونتي كان دار لنا كاتريام، شولي في المونتي كذلك دار لينا دوزيام، بوردو في الاتلي كان دار لينا بروميير، وديسكاليفا في سافل دونون ودار لينا البوردو 38 الف اورو، يعني في نفس هاد الكاتيجوري هادي، وكان دار لينا كاتريام في 38 اجل لو باساج تروازيام، يعني عاود تدير درواتي ما بيش، يعني ممكن يكون هو المفاجأة ديال لاكورس. بلسامين فون العود الايطالي ديال الخيول اللي كانت تريني بها سيوتولا، العود تا هو عود مشخشخ ومدكدك خمسة الكانتيات، غيكون تا هو مطلوب عند بعض الصحافة. غوش 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 اش غيدير درواتي؟ الله اعلم، عندو الريكيل. هادو هما الخيول اللي هما ايترونجيا، وكيبقى لينا الدوزيام بوطو، يعني الدوزيام بوطو اللي فيه حتى الويت وفيه فالكو دو روشيرس اليكس لونوار اللي دار لينا اريتي في الاونغا مع فرانك نيفاغ. تيبقى عاود ديال البلي رابيد غيكون فيري، هو اصلا تيدير فيري وكيدير ديفيراج، يعني 3000 نوعا ما خصني نختاروا منها واحد المجموعه ديال الخيول. خرجوا لي تسعود الاخوان بما فيهم لي فافوري وفي لي توكار، احسن توكار ماشي احسن عود، وانما احسن توكار هو فراغونار ديلو. فراغونار ديلو مع فرانك لوبلون نو بلاسي عود ديال اللي دار لينا الكرون ناسيونال دي تروت 2022 و2021، عود كيتسال ولد اكيم دي كابفيغ. هاد العود اكيم دو كابفيغ عود ديال فرانك ان توفى تنظر في بدايه العام. على كل حال عود لي صراحة يستحق عود ديال الكرون ناسيونال دو تروت، يعني الكاتيات دائما حاضر ريمز دوزيام بلاس، ولكن ربما كان في البروميير بوطو على ما اظن، لان 90 مليون هادي
وي كان مشى لي فرانك نيفا اوتسايدر مع جيرالومو فيليكس ديبورغ داي دي بيلوي و ار دي ليوز اليسكا بيري كان دارت نافيام في البروميير بوطو دونك اليسكا بيري مشكوكه شويه في امريا والله اعلم. على كل حال اخوتي ما نطولش عليكم. بالنسبه لا سيليكسيون ديالنا غادي نحاولوا نختاروا واحد المجموعه ديال الخيول بما فيهم داك الدوز. الدوز هو مونتوكار مونتوكار ماشي مون شوفال وانما مونتوكار. على كل حال الاخوان خلي ديكسات 15 في الروغري وعطيت 5 14 5 4 1 6 14 13 12 والروغري 7 15 7 15 يعني الخيول اللي ما زيتهاش هي دو تروا دو تروا هي اللي ما زيتهاش. بالنسبه ل 5 14 هادو هما لي دو برومي ديال لي فافوري. هادو 5 14 واش الخمسة واش 14 نفس الحالة اليوم كانت فيها الجوج والسبعة جوج والسبعة. هذا ما كان خوتي ممكن تختاروا هذه وانا عارف وانا هاد السيد هذا الاخوان انا عارف هاد السيد تصنت ليا وسبني بزاف يعني ما بغيتش نطلق هاد الاوديو باش تسمعوه ونوريكم النمره ديالو وانما خلي داك الاوديو خلي ربما غادي نحتاجو من هنا لقدام لان غادي يخلص غادي يخلص اقسم بالله حتى غادي يخلص لان سبني بزاف. معليش الاخوان بنادم ما يوصلك حتى الواتساب يبقى لك بالسب ولعب 12 درهم. اول حاجه قلتها اخوان ممكن تلعبوا لعبكم هو الاول اللي تيقن فيه تمشيش معايا مهيت تمشي تبيع حوايجك وتمشي تلعب اللعب اللي حاطه انايا لان هنا غادي نجمعهم كاملين هنا كنجمعهم كاملين ماشي مشكل نخسرو وانما كنلعبوا لوجيك لوجيك غدا نفس الحاله يا 5 يا 14 يا 5 يا 14 الخمسه غيكون في ميلا عندها 6 سنين عندها الحق وال 14 شوفال دو كلاس حتى هو عنده الحق الا ما ديسكاليفاش عنده الحق. دونك شكون هو العود اللي غيكون في البياج هذا ما كان شكون هو العود اللي غادي يكون في البياج ابار على 4 وال 1 وال 6 وال 13 وال 12 وال 7 وال 15. بالنسبه لاحسن الخيول عندي في الاوتسايدر هو الدوز فراكوناخ ديرلو هذا عود اللي غادي ان شاء الله يا ربي غيكون ان شاء الله. بالنسبه للخيول اللي غتكون في البياج كاين الخمسه والواحد وال14 وال13 هادو اربعه ديال الخيل اتوقع منهم خصهم يطلعوا غير جوج خمسه واحد 14 13 جوج ديال الخيل تما باش يخسروا الكانتي وصحاب الفافوري تديو بونيس طروا الى عندهم داك الدوكار وصحاب الطواكر راه كيتخلصوا الى جاو. هذا ما كان خوتي دمتم في رعايه الله وحده ومع السلامه.